سايب اوضتك ورايح فين في نص الليل؟ بتبص لي كده ليه؟ بفكرك بحد؟ لا ابدا. اوعى تكون ناوي تهرب زي ما نصحتني. ريت اقدر. محدش بيهرب من قدره. قدرك مهما هربت منه هيفضل وراك، انما ممكن تهرب من التفكير. عارفه ان انت ما بتعرفش تنام كويس من ساعه ما ماتت، بس انا ما قتلتهاش. عارفه ان مش انت اللي قتلتها، انما انت كنت السبب في موتها. انت عايزه مني ايه؟ ولا حاجه. هي صعبانه عليا قوي، وانت كمان. انتوا الاتنين ضحايا الباشا زيي بالظبط، واكيد ده له معنى. ترى ايه المعنى؟ تعال ندور عليه سوا واكيد هنلاقيه. المهم دلوقتي ان انت ترجع اوضتك قبل ما المدام تقلق عليك. تصبح على خير. ترفض منصب رئيس مجلس إدارة حتة واحدة؟ حتة واحدة ممكن تسيبيني انام؟ ما انت كده بتاكد الاشاعات اللي الناس بتطلعها عليك. ما باكدش حاجه. امال رفضت ليه؟ انا ما بحبش المناصب، انا حر. عيني في عينك كده. يوه ما تهملي بقى يا عفاف، انت هتفضلي تهاتي لحد الصبح؟ اقنعني وانا هسيبك تنام. يا ربي.